من بنات أدعو الله دائما بصلاحهن، ولهن عم يمزح عليهن بأن يقول فلانة نزوجها لفلان وفلانة لفلان على طريق المزح. فهل نحن نأثم إذا قلنا هذا الكلام، حيث أن أمور الزواج فيما أعلم أنه لا يجوز المزح فيها، وبما أسمع بأن جدهن وبما أسمع بأن جدهن جد وهزلهن جد أو كما يقولون، فما هو توجيه فضيلتكم في هذا الموضوع جزاكم الله؟ لا حرج في هذا الكلام، وهذا لا يدخل في الحديث ثلاث هزلهن جد، لأن المراد بذلك العقد. أو قال زوجتك قوليتي وهو يمزح، ثم قال الطرف الثاني قبل، انعقد. ولو كان أحد الطرفين أو كل من الطرفين يمزحان بذلك، هذا هو المقصود. المقصود أنه لا أن المزح في العقد يصدره لازما. أما الكلام الذي ليس بعقد وإنما هو من باب المزح المعتاد وليس فيه قبول ولا إنجاب، هذا لا يضر المزح فيه. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم.